ما كان صديقي وفقط، إنه روحي التي أهرب إليها حتى مني. مرحبا بكم أيها الرائعون. توأم الروح هو ظاهرة جميلة. يقول الناس أن الكون يحدد توأما لك حتى قبل ولادتك. العلاقة ترمز إلى التوازن والانسجام، ولكن الأكثر من ذلك أن توأم الروح يجلب الإنجاز والكمال في حياتك. هذا النوع من العلاقات يساعدك على التطور إلى شخص أفضل. في البداية قد يكون الأمر إشكاليا، وقد لا يكون هناك أي انجذاب، ولكن الكون بتسخير من الله سيجعلكما تجتمعان. هكذا تكتشف ما إذا كنت قد وجدت توأم روحك أم لا. ولكن قبل أن نكمل، ندعوك للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيق أوديولابي للبودكاست والمقالة المسموعة. أولا، أنت تعرف على الفور، أصبحت شديد الإدراك لوجوده، وكل تلميح ورسالة من الكون تدفعك نحوه. إنها علاقة مقدر لها أن تنشأ. ثانيا، لقد التقيتما في وقت سابق. في جميع الحالات تقريبا التقى توائم الروح من قبل، ولكن ربما لم يشعروا بالاتصال حتى أراد الكون ذلك. ثالثا، لحظة صحيحة. لن تكون قادرا على مقابلة توأم روحك حتى تكون مستعدا لقبوله من صميم قلبك. يجب أن يكون الوقت صحيحا حتى تنجح الأمور. رابعا، الاستمتاع بوقت هادئ معا. من المهم أن تتشارك وقتا هادئا ومريحا معا. يمكن أن يشارك كل منكما في أشياء منفصلة، ولكن الجو سيكون هادئا وسعيدا. خامسا، أنت في تناغم مع أفكاره. إن علاقة توأم الروح عميقة للغاية ومكثفة، بحيث يمكنك فهم أفكار ومشاعر بعضكم البعض دون أن تضطر لقول ذلك. سادسا، يمكنك الشعور بحزنه. الاتصال قوي وحساس لدرجة أنه يمكنك دائما الشعور بحضوره ومشاعره، لذلك أنت تشارك عواطف شريك حياتك، سواء كان ذلك الحزن أو الألم أو الفرح. سابعا، الوعي بأخطاء بعضكم البعض. نحن نعرف توأم روحنا تماما، ونعرف عيوبه أيضا، ثم نظهر جانبهم الجيد، ونعلم أن العيوب لها جانب إيجابي أيضا. ثامنا، خطط حياة مماثلة. أنت تشارك نفس القيم والمعتقدات معه، وتريدان نفس الأشياء في الحياة، على الرغم من أن طرقكما قد تكون مختلفة. تاسعا، لا تخجل من الكلام في أي موضوع معه. لا يشعر توائم الروح أبدا بعدم الارتياح في المحادثات وحل النزاعات. إذا اعتقدوا أن هناك حاجة لذلك فسوف يقومون به. عاشرا، الاحترام المتبادل للخصوصية. توائم الروح مرتاحون وصديقون لدرجة أنهم يفهمون مدى أهمية بعض الوقت للعناية الذاتية. لا يزعجهم على الإطلاق، إنهم آمنون في ترابطهم. إنهم لا يشعرون بالاستياء عندما تأخذ إجازة وتخرج مع صديق لك. 11، لا حسد. لا شيء يمكن أن يثير الغيرة بينكما. الحب الذي تتشاركانه أقوى بكثير من أي شيء آخر. لا يوجد خوف من العلاقات خارج إطار الزواج أو الغش، لأن توائم الروح لا يمكنهم التفكير في شخص آخر عندما يكون لديها بعضهما البعض. 12، الوعي بالاختلافات. قد لا يكون لدى شخصين نفس عملية تفكير، وقد يمثل ذلك مشكلة في بعض الأحيان، ومع ذلك فإن توائم الروح يحترمان ويقبلان هذه الاختلافات. إنه يتيح لهم الفرصة ليس فقط للتعبير عن أنفسهم، ولكن أيضا للانفتاح على الأفكار الأخرى واكتساب منظور أكثر دقة. 13، لا تهديدات بالطلاق. توائم الروح ليسوا انتقاميين ولا وقحين. إنهم يعملون على حل نزاعاتهم. كل علاقة فيها صراعات، ولكن على عكس الأزواج الآخرين، لا ينقل توائم الروح غضبهم سلبا لخلق حالة سامة. لا يمكنهم أبدا الانقلاب على بعضهم البعض من خلال التسبب في الأذية بلا رحمة، وبالتالي سيجتمعان دائما للتوصل إلى اتفاق. 14، التعديلات. لا يمانعان في التعديل والتسوية من أجل السعادة. علاقتهم ليست مثل العلاقة السامة حيث تستسلم للضغط وتقوم بما هو مطلوب منك. رفقاء الروح يريدون جعل النصف الآخر سعيدا في كل وقت، وبالتالي يمكن أن يفعل أي شيء لأجلهم.
15- قول آسف. لا يمانعنا في الاعتذار لتسوية القضايا حتى لو كانوا على حق. من الصعب قبول أخطاء المرء، وبمجرد أن يدركوا أن أفعالهم قد أضرت بشريكهم فسوف يعتذرون على الفور. لا يهم أنهم يشعرون أنهم كانوا على حق، لا يرغبون في أن يكونوا على حق على حساب سعادة شريكهم. 16- أنهم واحد. بغض النظر عن الاحتمالات فستختارهم دائما. في كل عمر أو عالم بديل ستكون دائما علاقة مثالية بالنسبة لك، لا أحد يستطيع أن يقترب حتى من حبهم ودفئهم. 17- الوحدة. تتلاءماني كقطع اللغز وتكملان المكان الذي ينقص فيه الآخر. لدينا جميعا عيوبنا، ولكن الصفات الفريدة لتوائم روحنا سوف تعززنا وتقوينا. 18- منطقة الراحة. إنهم الوطن، السلوان والسعادة، ستعودان دائما إلى بعضكم البعض. اشترك الآن في قناة أوديولاب على اليوتيوب، وتابعنا عبر تيليجرام وفيسبوك.